هذا وتحتفل مملكه البحرين بيوم البيئه الوطني الذي يصادف الرابع من فبراير من كل عام والذي يجيء هذا العام تحت شعار لنجعلها مستدامه وقد استطاعت البحرين تسجيل العديد من الانجازات في مجال حمايه البيئه محليا واقليميا ودوليا وذلك من خلال ما تقوم به من جهود كبيره في سبيل المحافظه على النظم البيئيه والحياه الفطريه اضافه الى تبنيها الاستراتيجيات المعنيه بكيفيه التعامل مع التحديات البيئيه والمناخيه وتلبيه احتياجات الافراد دون المساس بحق الاجيال القادمه